زيزو مش هو زيزو بتاع الموسم اللي فات، بس ده لحد دلوقتي. وعلي معلول متقمص شخصية زيزو بتاع الموسم اللي فات. كل حاجة اتغيرت إلا لخبطة جدول الدوري المصري لسه مستمرة معانا. اتأجل ماتشين من الجولة الثالثة، وتقدم معاد ماتش من الجولة الرابعة هيتلعب في وسط الجولة الثالثة. أيوة زي ما انت سمعت كده، أنا أحمد غالب ودي حلقة جديدة من فانتازي الدوري المصري. رجع الدوري المصري، وطبعا رجع معاه فانتازي الدوري المصري اللي بدايته كانت سخنه جدا، وابتدى يظهر منه لعيبه نقدر نعتمد عليها في الاسابيع اللي جايه. في الفرق الكبيره ظهر مثلا في الاهلي شادي حسين، سواء بيلعب اساسي او بينزل احتياطي بيأدي اداء جيد، ولحد دلوقتي جايب 11 نقطه. اما بالنسبه للزمالك على سبيل المثال، فالزمالك قدام سموحه نزل سامسون في اخر 10 دقائق وقدر انه يسجل جون علشان ياخد 8 نقط. وعندك طبعا مصطفى فتحي بيقدم اداء جيد جدا لبيراميدز اللي لسه منضم ليه حديثا علشان يحصد 10 نقط في اول مباراتين لبيراميدز في الدوري. اللعيب الغريب شويه في اول مباراتين في الدوري الموسم ده هو احمد السيد زيزو. زيزو لحد دلوقتي اشتراه اكتر من 125 متسابق، وانا واحد منهم، وده علشان انتوا طبعا فاكرين زيزو كان بيعمل ايه الموسم اللي فات. لحد دلوقتي زيزو جايب 5 نقط بس في اول ماتشين ليه مع الزمالك، وبتمنى طبعا انه يرجع لمستواه علشان ما نخسر نقط واحنا بنبيعه، او يضطرنا ان احنا نفعل الانتقالات المجانيه. وزي ما في لعيبه اتغيرت، في لعيبه لسه محافظه على ادائها الجيد من الموسم اللي فات، وعلى راسهم طبعا علي معلول اللي بيقدم اداء جيد جدا في اول مباراتين ليه مع الاهلي. علي معلول لحد دلوقتي جايب 20 نقطه واشتراه أكتر من 100,000 متسابق. وطبعاً الدبابة النيجيرية جون إيبوكا اللي اشتراه أكتر من 90,000 متسابق بعد ما جاب 13 نقطة. ومن اللعيبة اللي لسه محافظة على مستواها الجيد من الموسم اللي فات أكيد أحمد فتوح. أحمد فتوح في أول مبارتين ليه مع الزمالك بيقدم أداء جيد جداً، وخد لحد دلوقتي 20 نقطة. أما بالنسبة للعيبة الديفرنشل، والديفرنشال ده معناه ان اللعيبه ديت ما اشتراهاش ناس كتير وسعرها قليل. فعندك محمود مرعي مدافع فيوتشر جايب لحد دلوقتي 17 نقطه، وكمان عندك في نفس المركز دوت صبري رحيل جايب لحد دلوقتي نفس عدد النقط اللي جابها مرعي 17 نقطه. واستكمالا للعيبه اللي مش متشافه كويس، عندك من انبي رفيق كابو جايب لحد دلوقتي 15 نقطه. خلي بالك رفيق كابو في ميزه ان عندنا معمول مركزه ان هو لاعب وسط، لانه في العادي كان بيلعب مع دجله لاعب خط نص، بس احمد كشري المدير الفني الانبي قرر انه يشركه في مركز المهاجم الموسم ده. اتكلمنا على اللعيبه اللي ادائها اتغير واللعيبه اللي تالقت، واتكلمنا كمان على الديفرنشال. خلونا بقى نخش على المفيد، وهي ترشيحات لعيبه للجوله اللي جايه. طبعا بعد تعديلات مباريات الدوري اللي حصلت من كام يوم هنبقى مضطرين اننا نفعل خاصيه الانتقالات المجانيه، وعشان تبقوا عارفين الانتقالات المجانيه مسموح لك انك تستخدمها 4 مرات على مدار الموسم، مش مره واحده بس زي الدوري الانجليزي. في البدايه كده فيوتشر وبيراميدز مش هيشاركوا في الجوله الثالثه، وده بسبب مشاركتهم في الكونفدراليه. اول مباراه معانا في الجوله الثالثه هتكون مباراه ما بين اسوان والمحله. اكيد من المباراه دي هرشح لك احمد الشيخ، عامل اداء رائع في اول مباراتين ليه مع المحله الموسم ده وجايب 16 نقطه. اما من مباراه المصري وانبي فرشح لك رفيق كابو. هو ماتش هيبقى صعب على انبي، بس رفيق كابو ممكن يخطف هدف في المباراه دي. اما من مباراه الاتحاد السكندري وطلائع الجيش فاكيد ارشح لك اوستن اموتو. اوستن اموتو هو اكتر مهاجم صريح جايب نقط لحد دلوقتي، جايب 14 نقطه بعد ما قدر انه يسجل في مباراتين اللي لعبهم مع الاتحاد في الاسبوع الاول والاسبوع الثاني. اما بالنسبه لمباراه المقاولين وفاركو فلحد دلوقتي الفريقين ما ظهرش منهم حد تقدر تعتمد عليه في تشكيلتك، او حتى خطف عينك وانت بتتفرج على مباريات الفرقتين. بس لو عايز تريسك فعندك فادي فريد مهاجم المقاولين. وبالنسبه لمباراه حرس الحدود وسموحه فحرس الحدود لسه صاعد حديثا واداؤه مش افضل حاجه، ولو عايز تختار حد من المباراه دي فهرشح لك من سموحه صديق كلابه، بيقدم اداء كويس خاصه من الموسم اللي فات واستكمالا للموسم دوت. وطبعا زي ما انتم عارفين هو اللي سجل هدف التعادل لسموحه قدام البنك الاهلي الجوله اللي فاتت. اما من مباراه الداخليه والاهلي فطبعا انت ضامن الكلين شيت في جيبك لو هتضم محمد الشناوي في حراسه المرمى، وتحت منه على طول علي معلول، وقدامك واحد من اتنين في الهجوم، يا شريح حسين يا محمد شريف.
انت وحظك بقى كولر هيبدا بمين. من مباراه انبي والزمالك انا بصراحه مش جاي لي قلب اشيل زيزو من تشكيلتي، فزيزو هيبقى اول واحد من الزمالك في تشكيلتي. تاني لعيب في تشكيلتي من ماتش انبي والزمالك هو احمد فتوح، واللاعب الثالث زي ما انتوا عارفين الحد الاقصى من اللاعبين من نفس الفريق هو 3، فاللاعب الثالث هيكون في خط الهجوم وهيكون سيف الجزيري. وبكده تكون انتهت ترشيحات اللاعبين للثمان مباريات اللي هيتلعبوا بدايه من يوم السبت الجاي. بالنسبه للاسئله المكرره اللي بشوفها وهي متعلقه بالجوائز، هنفوز بايه الموسم ده؟ الجائزه هتكون عباره عن بلاي ستيشن 4 هتكون مقدمه للشخص اللي هيتصدر الترتيب في اول 10 جولات من الموسم الحالي. وبكده تكون انتهت الحلقة، اشوفكم على خير.